هذه النسخة الثالثة ديال الإفطار الصائم. الحمد لله هذا رمضان فرقنا 20,000 وجبة من غير هذه المبادرة اللي كتشوفوا دابا اللي هي 3,120 وجبة ديال الإفطار الصائم، أكبر إفطار في المملكة المغربية. رفعنا التحدي والحمد لله نجحنا فيه. دابا جبرتونا سالينا الإعدادات، عندنا دابا التوزع اللي نستهدفوا بها الأسر المحتاجة والناس اللي كيكونوا في الشارع. مع دابا العيد قرب كيكونوا كيشريوا الحويجات لوليداتهم، ما كيبيعوش شوية ترونسبور، وتا المحطة الطرقية اللي كتكون فيها اكتداد بزاف حتى هي نطلعوا ليلة نفرقوا فيها، وفي طونجي ميد اللي كتعرفوا تما كيكونوا ديك الناس اللي كيكون بغاو الهجرة السرية، وبزاف ديال الناس اللي غنستهدفوهم اليوم وبشراكة مع بعض المحسنين والمتطوعين اللي يجيبوا السيارات ديالهم ويعاونونا، حيت حنا 3,000 وجبة ما نقدروش نفرقوها بحدسنا. تقريبا 48 ساعة حنا خدامين، كاين اللي كيب اللي خدم ومشى فحالو مع الفجر، وكاين اللي كيب اللي جا فجر وبقى حتى 8 الصباح، وحنا جينا مع 11 الصباح إلى الساعة هذه اللي هي 5 د العشية. بالنسبة لجمعية باقي الخير، هذا كان واحد التحدي ديال الإفطار ديال 3,120 وجبة إفطار اللي كنا كنقولوا واش نقدروا نوجدوها ولا لا، والحمد لله نجحنا مع الإخوان ديالنا اللي كيخدموا بتفاني، واخا تخلصوا ما يخدموش بتفاني، اللي كيخدموا في الأعمال الخيرية، وهذا اللي كيعجبنا في الأعمال الخيرية. وكنشكروا قناة ديال طنجاوي بوايم على التغطية ديال هاد الإفطار هذا، وشكرا وباقي الخير. هاد المبادرة كتعنا من الأول ديال رمضان، كنا كنعملوا ما بين الافطار والعشاء، افطار 300 ما بين 300 و 320، والعشاء كذلك، يعني التوتال كنا كنخرجوا 700 في النهار، يعني ما بين الافطار والعشاء. هذا الافطار هذا كنخرجوه سوغ تيغان، منه كيتستافدوا منه عابر السبيل، عمال النظافه، الامن، يعني اللي كنجبروه في الطريق ديالنا. الحمد لله هذا غير البدو ان شاء الله، لان احنا في النسخه الثالثه، هذا العام الثالث ديالنا. ان شاء الله كنترجعوا الخير القدام بحال اللي كنقولوا.
هادشي كامل بفضل المحسنين واللي تعاونوا معنا ومدوا لنا يدهم والشركات اللي تعاونوا معنا حتى هما كنوصلوا لهم واحد الشكر كبير لان بلا بهم حنايا ما كاينينش و ميم طون جنود الخفاء حتى هما كنشكرهم بزاف لان سورتو في هذه الليله هذه راه الناس ما نعستش باش تخرج هذه الكميه الهائله ديال الافطار وباقي الخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.